بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. صدق الله العظيم. أنا الرائد الطيار يوسف خالد حمود من مرتبات الفرقة 20 اللواء 17 السرب 696 قاذف جبهة، وهذه هويتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرقيب الأول المتطوع عبد الرزاق محمد حمود من مرتبات إدارة السيطرة والتأمين الإلكتروني اللواء 84 كتيبة 1003، وهذه هويتي. أعلن انشقاقي عن سلاح الجو السوري وانضمامي لثورة الشعب استنكارا لاستمرار النظام في أعمال القتل الطائفي الممنهج للشعب السوري، ونفاد أي فرصة لتحقيق ما كنت أصبو إليه في قيادة طائرة أدك بها حسن الطاغية حاكم دمشق، وردا على قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الطاغية، أطالب الهيئات الإنسانية والمنظمات الدولية بالضغط على النظام للكشف عن مصير العشرات من زملاء الطيارين المغيبين في أقبية الأفرع الأمنية. الرحمة للشهداء والنصر لثورة الشعب.